اخواني السلام عليكم. هذايا كارتير نتاع السي او نشاهدوا فيهم زوز كارتيرات مع بعضهم. فما حاله فما صارت لهنا، فما شكون برونتي من الزملاء نتاعنا اللي يحفر هذه بالكاروت ولا بالفريز ولا باش فزدها، وهذيك هي الكل معناتها في الادميسيون. يلزمها تكون رطبه من هنا ومش محفوره باش تحصل باش تحصل الادميسيون. صحيح تكون مش محفوره باش تعمل لادميسيون، هذيك اللوفرتير والفرميتير نتاع الغاز تمشي عليها الفيلبروكان. الفيلبروكان هذه البلاصه هذه هكا فيها كوب من هنا تمشي عليها تسكر عليها في اللومبريتا وفي البياجي، وهذوما ما عندهمش كلابي. هذاك هو تكون رطبه حتى الضرب من هنا كي نضربوا عليها ولا نحفروها من هنا تولي ما عادش تعمل لادميسيون بالكداد تفويتي حتى الرالونتي ما عادش تشد. شد هكا فنوريهم بالكدا كيفاش تشد كل نشاهدوا فيها من هنا تو كي تركب الفيلبروكان. قرب مليح هاي لهنا هكا تتسكر هنا هيك وقت اللي يبدا هابط البيستون هي تسكر عليه باش تحصروا في الشومبر اللوطانيه. وبعد ما تحصروا يطلع من الليمير نتاع السيلندر. وقت اللي تطلع تتحل هاي تحلت عليها تطلع باش تاخذ الغاز من الكربيراتير، معناتها الادميسيون يقع من البيبه من هنا من التالي. وكان تحفرت هذه وفزدت ما عادش الموتور ما عادش ياخذ منا بالكل. هذيك الحاله هذيك ردوا بالنا منها، ردوا بالنا لابرونتيات ما يمسوهاش، يعني اللي ما يعرفش ما يمسهاش ما يحفرهاش حتى كي يمشي يركب بها في الفيلبروكان ما يضربش على البارتي هذيا ويركبها مصاوبه مع وجه زاده تنجم تمس وتحفرها وتفزد.